بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 12 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سوف تستمعون إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة لعدد من الإجابات، أولها عن سؤال للمرسل محلو سليمان من الجزائر، يسأل عن قص المرأة لشعرها إذا كان يثقلها عند الغسل. ثم سؤال آخر له عن عمل المرأة خارج بيتها، وما إذا كان زوجها ضعيف الدخل. في آخر أسئلته يسأل عن إجراء عقد النكاح والمرأة حائض. بعد ذلك يجيب فضيلته عن سؤالين للمرسلة جيم عين من شقراء، تسأل في أولهما عن الطريقة المناسبة لحفظ كتاب الله حيث الأجر العظيم لحفظته، ثم تسأل عن صحة حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق وتقول أين يسكنون هؤلاء. ولها سؤال ثالث أيضا يجيب عنه فضيلة الشيخ، تقول فيه: هل أكون في مجلس ذكر حينما أستمع لإذاعة القرآن الكريم ونحوها من الأشرطة الدينية؟ وهل لي من الأجر مثل ما لمن يحضر مجالس الذكر؟ بعد ذلك مجموعة من الأسئلة للمرسل الرشيد الربيح دوير، سوداني مقيم بساجر، يسأل في أولها عن قص النساء لشعورهن، ثم يسأل عن فعل امرأة غسلت زوجها بعد وفاته ثم أخبرت أنه قد طلقها. وبعد ذلك يسأل عن حدود مداعبة الصائم لزوجته، وهل من توجيه للصائم في ذلك؟ وفي آخر أسئلته يطلب من الشيخ بيان أخطار تجمهر الشباب في الممرات وشتمهم لمن قد ينصحهم. ويجيب فضيلة الشيخ عن أسئلة للمرسلة سين باء طاء من الدمام، تسأل في أولها عن مس المصحف سهوا من امرأة حائض، وتسأل بعد ذلك كيف يحول الداعية المجلس من مجلس له إلى مجلس ذكر، وتسأل عن حكم لبس العدسات الطبية الملونة. في آخر أسئلتها تقول: كيف الخلاص من سماع الغناء ومشاهدة المنكرات؟ ثم سائلة أرسلت أيضا عددا من الأسئلة، تسأل في أولها عن حكم حف الحواجب بالخيط أو المقص أو غيرهما، وتسأل عن حكم تشقير الحواجب أي صبغها باللون الأشقر. وبعد ذلك تسأل عن مشاهدة الأطفال لأفلام الكرتون ومشاهدة الكبار للأفلام عموما. وفي آخر أسئلتها تسأل عن بعض صور الرضاعة المحرمة. وسؤال من المرسلة ميم ضاد زاي من الرياض، تسأل عن بعض صور الرشوة والفرق بينها وبين الأجرة. وآخر هذه آخر أسئلة هذه الحلقة من المستمع أبي عبد الله محمد المطوع من الرياض، يسأل عن القصر في مطار الرياض وما شابهه، متى يكون وما حكم قصر الصلاة فيه؟ إلى أول أسئلة هذه الحلقة. أول أسئلة هذه الحلقة من المستمع محلو سليمان من الجزائر، يسأل عن قص المرأة لشعرها إذا كان يثقلها عند الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قص المرأة لشعر رأسها إذا كان لحاجة كأن يثقلها ويحتاج إلى مؤونة وكلفة فلا بأس بتخفيفه، أما قصه من أجل الزينة أو من أجل التشبه بالكافرات أو العمل الموضات الوافدة فهذا أمر لا يجوز، لأن بقاء شعرها الذي لا تتأذى به ولا يثقلها هو من جمالها. نعم. في سؤاله الآخر يقول: ما حكم عمل المرأة خارج بيتها؟ وإذا كان الجواب لا، فهل الضرورة تجيز أن تعمل إذا كان زوجها ضعيف الدخل جدا؟ عمل المرأة خارج بيتها إذا دعت إليه حاجة وسلمت من مخالطة الرجال وسلمت من الفتنة فلا بأس به بقدر الحاجة. ما زال نساء المسلمين يعملن في المزارع وفي راعي المواشي وفي حاجاتهن وقراء حوائجهن من الأسواق، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لكن مع الاحتشام وتجنب الاختلاط وترك المغازلة والكلام الذي فيه فتنة مع الرجال. الله جل وعلا قال لنبيه قال لنساء نبيه
رضي الله تعالى عنهن وهن القدوة لغيرهن من المسلمات، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. الخضوع بالقول هو كلام الذي يطمع أصحاب الفتنة بالمرأة، هو الكلام الذي لا حاجة إليه. أما الكلام الذي تحتاج إليه المفاهمة وتكون محتشمة ومتحجبة وغير مختلطة بالرجال فلا بأس به بقدر الحاجة، كذلك الخروج قدر الحاجة مع الاحتشام ومع اعتزال الخلطة بين الرجال والنساء، وأن يكون هذا العمل من العمل اللائق بالمرأة، من أعمال النساء، لا يكون من أعمال الرجال، بل يكون من أعمال النساء اللائقة بهن. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الوعاظ يقول نأخذ شرط عمل المرأة وهو ما ذكرتم أنه الحاجة وعدم الاختلاط من قول الله جل وعلا في قصة مدين مرور موسى المدين، قالت: ألا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هل هذا الاستنباط صحيح؟ له وجه من ناحية أنهن ضعيفات ولا يستطعن مدافعة الأقوياء، ومن ناحية أيضا الاحتشام وأنهن يحتفظن بحشمتهن، فله وجه من الآية الكريمة. لكن أصرح منه: فجاءت وإحداهما تمشي على استحياء، هذا أصرح، لأن المرأة مع الرجل تكون على استحياء وخشية من الفتنة، تكون متحجبة، تكون أيضا غير مخالطة أو مماسة للرجل الأجنبي. نعم. سلامكم الله. يقول في سؤاله الثالث: هل يصح عقد الزواج إذا كانت المرأة في عادتها الشهرية، وما حكم ذلك الزواج إذا تم؟ لا بأس بعقد الزواج وإن كانت المرأة الدورها الشهرية، والعقد صحيح، ولكن لا يجوز لزوجها أن يجامعها في الفرج حتى تطهر وتغتسل من الحيض، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المحرم هو الجماع في الفرج، أما العقد عقد النكاح، وأما المباشرة، وأما النوم معها في المضجع، كل هذا جائز. نعم. سلامكم الله. هذه مرسلة رمزت لاسمها بالحروف جيم عين من شقراء، تقول في سؤالها الأول: أنا فتاة أريد حفظ كتاب الله، فكيف تكون الطريقة المثلى لحفظه؟ هذا يختلف باختلاف الناس. طريقة المثلى أن تنتهزي الوقت المناسب للحفظ، وأن تكرري الآيات أو السور التي تحفظينها حتى تستقر في الحافظة والذاكرة، تكثري من التكرار حتى تثبت الآية أو السورة في الحافظة. هذا من أعظم وسائل الحفظ للقرآن الكريم، يعني اختيار الوقت المناسب وتكرار الآية أو السورة حتى تستقر في الذاكرة. نعم. السلام الله عليكم. تقول في سؤالها الآخر: ما صحة ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره، وهل ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مكانهم وأين يسكنون، أم قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي؟ رسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر مكانهم، ليس لهم مكان خاص، وإنما وجودهم مقطوع به قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لهم مكان خاص، قد يكونون هنا أو هناك أو يكونون متفرقين في الأرض، المهم أنهم موجودون إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. وأما وصفهم فكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. السلام الله عليكم. سؤال الثالث في رسالة المستمعة جيم عين من شقراء، تقول: إني أتابع كثيرا إذاعة القرآن الكريم وفي أغلب الوقت أسمعها، هل يجعلني هذا في مجلس ذكر وكذلك في استماع نحوها من الأشرطة الدينية، ولي من الأجر ما لمن يحضرون مجالس الذكر؟ لكن من الأجر بقدر الانتفاع وقدر النية، وأما أنها تكفي عن حضور مجالس الذكر فإنها لا تكفي، لأن حضور مجالس الذكر وحضور الملائكة وحضور وسماع الدرس من المدرس مباشرة وسؤاله عما أشكل، هذه أمور لا تحصل بسماع الأشرطة، ولكن يحصل من الأجر والثواب من سماع الأشرطة بقدر ما يحصل من الاستفادة والتأثر بها. نعم. السلام الله عليكم. هذا سائل من السودان، هو الأخ الرشيد الريح دوير، مقيم بساجر،
يقول في سؤالي الأول: في الآونة الأخيرة ظهرت بين النساء قصة في مقدمة الرأس، وهذه القصة مائلة، هل صنيعها جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قص الشعر للمرأة من باب التزين أو من باب التشبه بالكافرات أمر لا يجوز على أي شكل كان، من الأمام أو من الخلف أو من أي مكان، لأنه مطلوب من المرأة توفير شعر رأسها لأنه جمالها وزينتها، ولهذا اكتفى الشارع منها في تحلل من الإحرام حجنا وعمره أن تقص من رؤوس الشعر أو من رؤوس الظفائر قدر أنملة، قدر أنملة، بينما استحب للرجل أن يحلق رأسه حلقا كاملا. فهذا مما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة، وأن المرأة مأمورة بحفظ شعر رأسها والتجمل به، وأنها لا تقصه إلا من حاجة كمرض أو لأنه يطول ويؤذيها ويحتاج إلى مؤونة كثيرة وهي فقيرة، فلا بأس أن تخففه لإزالة المشقة فقط. نعم. هل لقائل أن يقول إن التشبه بالكفار في بعض أفعالهم يدل على محبة المقلد لهم وإن زعم غير ذلك؟ ما في شك، شيخ الإسلام بن تيمية يقول: التشبه بهم في الباطن يدل على محبتهم التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، لأنه لو لم يحبهم في الباطن لما تشبه بهم، لأنك إذا كرهت الشخص فإنك تكره صفاته وأفعاله ولا تتشبه به. نعم. إذن أقل ما هنالك أنهم لم يكرهوا الكفار. نعم، بل قال شيخ الإسلام بن تيمية على حديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال: أقل أحوال هذا الحديث أنه يفيد التحريم، وإلا فظاهره أنه يفيد الكفر. نعم. الله إليكم. يقول الأخ الرشيد دوير في سؤاله الثاني: ما حكم فعل امرأة قامت بغسل جنازة زوجها وبعد ستر الجنازة اعترفت للجميع وقالت إن هذا الرجل قد طلقني، فهل يجوز لها غسله؟ وهل على المريض طلاق يقع؟ مسألة الطلاق في حالة المرض هذه فيها تفصيل، إن كان مرضا مخوفا أو هو في سياق الموت فإنه لا يقع بالنسبة للميراث وبالنسبة للعدة، لأنه متهم بقصد حرمانها، تهم بقصد حرمانها. أما إذا كان طلقها في مرض غير مخوف أو طلقها في حال الصحة أو طلقها في مرض مخوف لكن بطلبها هي منه، فإن الطلاق يقع على كل حال في هذه الأمور، لأنه غير متهم بقصد حرمانها. وإذا كانت قد طلقت منه فإنه لا يجوز لها أن تغسله، إنما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها. أما المطلقة التي طلاقها باين، مطلقة طلاقا بائنا، هذه لا يجوز لها أن تغسل مطلقها لأنها أصبحت غير زوجة. نعم. ثابكم الله. في سؤال ثالث يقول: ما الحكم إذا رجل استمتع بزوجته أو داعبها وهو صائم ولم يخرج منه شيء، ما حكم ذلك؟ هذا لا يؤثر على صيامه، ما دام لم يخرج منه شيء إنه لا يؤثر على صيامه، لكن ينبغي له أن يبتعد عن هذا، لأنه وسيلة إلى الحرام ووسيلة إلى إفساد الصيام، والشرع جاء بسد الوسائل المفضية إلى المحذور وإلى المحرم. نعم. الله. في آخر أسئلته يقول: أرجو أن تبينوا لنا بعض أخطار تجمع الشباب وتجمهرهم في الممرات، لكن مع ملاحظة أنه ما جامعها في فرجه، أما إن جامعها في فرجه بطل صيامه وجبت عليه الكفارة المغلظة ولو لم يخرج منه شيء، إنما هذا في الاستمتاع الخارجي. نعم. أفهمكم الله. يقول في سؤاله الأخير: أرجو أن تبينوا لنا أخطار تجمع الشباب وتجمهرهم في الممرات وعند البقالات وإجاباتهم السيئة لمن ينصحهم، فهل من توجيه لذلك؟ أحسن الله إليكم. نسأل الله لهم الهداية، ويجب على آبائهم وأولياء أمورهم أن يمنعوهم من هذه التجمعات وهذه المخالطات التي لا تعود عليهم بخير، مع ما يترتب عليها من أذية المارة وغير ذلك من المحاذير. فيجب على أولياء هؤلاء الشباب من آبائهم وأولياء أمورهم أن يمنعوهم من هذه الاختلاطات والتجمعات. نعم. هذه مجموعة من الأسئلة من المرسلة سين باء طاء من الدمام، تسأل في أولها تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 14 سنة ولكني كثيرة النسيان إلى درجة كبيرة، فما الحكم إذا مست يدي المصحف وأنا حائض سهوا؟ إذا كان سهوا فالساهي ليس عليه حرج، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان،
وما استكرهوا عليه. نعم. السلام الله عليكم. في سؤال آخر تقول: كيف يحول الداعية المجلس من مجلس له إلى مجلس ذكر؟ هل من توجيه؟ حوله بتلاوة القرآن أو الموعظة والتوجيه، حوله بالكلام الطيب، كتاب الله وسنة رسوله الله عليه وسلم، أو بالوعظ والتذكير، يتحول المجلس من مجلس له إلى مجلس ذكر. نعم. هي كأنما تريد نوعية النقل، يعني حينما يتحدث الناس بشيء من الدنيا كيف تريد أن تنقلهم إلى أو ينقلهم الداعية إلى الذكر؟ يطلب منهم الإنصات ويقول عندي كلمة أو عندي موعظة، يطلب منهم ويستأذنهم ويستنصتهم، ثم يأتي بما يسر الله سبحانه وتعالى. فإن فعل ما دون ذلك كان يحيلهم بطريقة غير مباشرة، لما يسمى الوعظ غير مباشر، كان يقول كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو مر أبو بكر بكذا، أو نحو ذلك، ما داموا غير مقبلين عليه وغير مستمعين له، هذا لا قليل الجدوى، قد يحصل منهم رد فعل، لا بد من الدخول معهم واستنصاتهم والعرض عليهم بأن عنده موعظة أو عنده تلاوة للقرآن يسمعهم إياها. نعم. سابقكم الله. تقول في سؤال ثالث: ما حكم لبس العدسات الملونة الطبية؟ إن كان العدسات محتاج إليها لقوة النظر ونصح الطبيب بلبسها فلا بأس، أما إن كانت تلبسها من باب الزينة فقط الأولى تركها، لأنها لا حاجة إليها، وربما يحصل فيها غش لمن يراها ويظن أن طبيعة عينيها على هذا الشكل. نعم. سابقكم الله. تقول أيضا: لقد ابتلي كثير من الناس بسماع الغناء ومشاهدة المنكرات، فكيف الخلاص من ذلك عذابكم الله؟ خلاص من ذلك بالتوبة، توبة من يفعل هذا الشيء إلى الله عز وجل وتركه، وأيضا المناصحة، يجب على طلبة العلم أن يرشدوا الناس إلى ترك هذه الأمور ويبينوا لهم ما فيها من الأثر السيء وضياع الوقت. نعم. هذه مرسلة، أحسن الله إليكم، هذه مرسلة تقول في سؤال ضمن مجموعة من الأسئلة: إن حف الحواجب بالخيط محرم، ولكن هل يجوز للمرأة أن تحف حواجبها بالمقص أو الملقاط؟ أفيدونا جزاكم الله خير. كل ذلك لا يجوز، لا يجوز إزالة شعر الحواجب أو إزالة شيء منها بأي وسيلة، بحلق أو نتف أو قص أو غير ذلك، لأن هذا كله يدخل بالنمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته. نعم. في سؤال آخر مشابه تقول: هل تشقير الحواجب أمر جائز بحيث تصبح مختفية، ليس كلها بل الشعر الزائد يصبح له لون أشقر فلا يتبين ويعطيها شكلا جميلا؟ لا يجوز العبث بالحواجب أي شكل كان، إلا إذا كان فيه شيء تشويه فإنه يصبغ بغير السواد، يصبغ بغير السواد كشعر الرأس الذي فيه شيب، يصبغ بغير السواد. نعم. إن قيل هذه الشقرة ليست سوادا، إذا كان شيبا يصبغ بالشقرة لا بأس، أو بالصفرة، أما إذا لم يكن فيه شيب فإنه يترك. نعم. السلام الله عليكم. تقول في سؤال ثالث: ما حكم مشاهدة الأطفال غير المكلفين لأفلام الكرتون التي تعرض، وكذلك بالنسبة للرجال في مشاهدة بعض المسلسلات التي قد تبدو فيها المرأة غير محتجبة؟ لا يجوز مشاهدة الصور المتحركة، ولا سيما إذا كانت صور نساء فيها الفتنة وفيها إثارة الشر، لا يجوز. وكذلك لا يجوز تربية الأطفال على الصور، لأنهم ينشأون على إلف الصور وعدم كراهتها، يعتادونها وتصبح أمرا سهلا عندهم إذا كبروا. نعم. والأطفال يجب أن يربوا على الدين وعلى ترك المحرمات والبعد عنها. نعم. سلام الله عليكم. في آخر أسئلتها تقول: إن أمها أرضعتها ابنة خالتها، لكن أمها الآن لا تدري هل شربت مما أرضعتها أم لا، حيث كانت تخدشها عند الرضاعة ولا تقبل عليها، وأمي تقول: أمي لا تحتجب عن أخي تلك المرأة التي أرضعتها لأنه يكون خالها من الرضاعة، فهل ما تفعله صحيح حين لا تحتجب عنه مع الشك في وصول الحليب إلى جوفها؟ إذا كانت رضعتها خمس رضعات في الحولين، والمراد بالرضعة المصة، يعني يمص الثدي ثم يتركه ثم يمصه ثانية وهكذا إلى أن يكمل خمسا، حصلت الحرمة. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي حديث عائشة: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وإذا أشكل في أمر الرضاعة شيء أو ثبوتها أو نوعها فالمرجع في هذا إلى القاضي. نعم. السلام عليكم.
المرسلة ميم ضاد زاي من الرياض تقول في سؤالها: أحيانا أقول لأخواتي أو زميلاتي أعمل كذا وكذا، لكن شرط أن تعطيني كذا وكذا، فهل تعتبر هذه الصورة من الرشوة؟ وما الفرق بين أن يشترط الإنسان أجرا على عمله وبين الرشوة؟ الرشوة تكون للموظفين الذين لهم رواتب من الدولة ويقومون بإنجاز أعمال الناس ومعاملاتهم، هؤلاء لا يجوز لهم دفع الرشوة، سحت وحرام، وملعون من دفعها وملعون من أخذها، لعن صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. أما دفع الأجرة لمن يقوم بعمل من الأعمال، هذه أجرة، أجرة مباحة من العقود المباحة، على أن تأجرني إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني ترعى الغنم 8 سنين، هذه أجرة جائزة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع أبي عبد الله محمد المطوع من الرياض، يقول: وصلنا من سفرنا إلى الرياض حين صلاة العشاء، فصلى بنا رجل وقصر الصلاة بحجة أننا لم نبلغ العمران فقصرنا معه، هل صلاتنا صحيحة؟ وهل يجوز الأخذ برخص السفر في مثل مطار الرياض لأهل الرياض؟ وهل ذلك يكون قبل سفرهم أو بعد رجوعهم؟ المسافر إذا خرج من البلد ووجبت عليه الصلاة بعد ما خرج من البلد يقصر، إذا وجبت عليه الصلاة بعد ما خرج من البلد إنه يقصر، أما إذا وجبت عليه الصلاة وهو في البلد ثم خرج قبل أن يصلي فإنه يلزمه الإتمام لأنها وجبت عليه وهو مقيم وهو في البلد. وكذلك إذا قدم الإنسان من سفر فله القصر إلى أن يدخل في البلد، إلى أن يدخل داخل العمران، أما ما دام أنه لم يصل إلى عامر البلد ولم يدخل داخل العمران فإنه يكون مسافرا له القصر. المطار في نحو الرياض يعد كذلك؟ المطار يختلف، المطارات تختلف، ما كان من المطارات داخل البلد فهو من البلد لا يجوز القصر فيه، وما كان من المطارات خارج البلد وخارج بنيان البلد فإنه في حكم الفضاء، حكم الخارج، يقصر فيه. نعم. إذا كان بينه وبين البلد مسافة 10 كيلو مثلاً أو نحو ذلك، ما يشترط تحديد مسافة معي، المهم أنه خارج البنيان، مستقل خارج البناء. نعم، منفصل. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها المستمعون الكرام، تكرم بالجواب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ونحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج الدائم: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. في الختام هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر بن حسن الجريسي، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم.